تعبتني لا تقمرتني أذتني تعبتني كل ما أحكي وياها تعوفني وتروح لك ما تقتنع ما تقتنع فويز 52 دقيقة دزيت لها وما جاوبت وكل مشاعر صفطتها الصفط والله بليغ حمدي داز لهم كلب وملحن 52 دقيقة بابا الموضوع يمي أنا قنعتها وراحت إيش قد لوتي إي أيوة والله بس وراها هم رجعت طنقرت إيش قد أثول إي أيوة والله السلام عليكم مرحلة شلوني شلونكم شباب هلا وخوذة هلا ومرحلة خيط خو ماكو شيء كافي شباب وهو يضحكنا وعدي موضوع خطير لكم ولازم تسمعوا شنو شنو تتذكرون علياء ام خشم العالي اخت مريم الكبيرة وقعتها وحالي نحتاجك عم انت والله رجال فما احنا ام داك وانتو بعدكم ما تعرفون تتحكمون باعداداتهن اي بمعنى تتحكمون بهرموناتهن انت مو قلت لي جيب لها هديه وفوز سالم ايه؟ فتت وصار بس طلع فوز سالم وقلت لها مشكوره وتردين الصدق ما قصريتي غبي لا ما تعرف شلون تتحكم باعداداتهن شلون لازم تفر الموضوع شلون اولا حبيبتي شقد تحبيني كلش هو صدق نسيت أنا زعلانة وهاي أحلى هدية الأحلى زعلانة بالدنيا حتى هديتك ما أريدها ما تريدين هديتي لأن رخيصة؟ لا مو هيك واني لام يوميتي ربع ربع حتى أجيبها لا ما قصدت هيك حمودي ذوقي ما عجبك مو؟ بس افهمني أنا تشيب لا محمد يعني تريدين آيفون؟ هاي شكو برو شلون؟ دعش ورقة أنا لو عندي دعش ورقة كان تزوجتك أهو أنا ما عندي ذوق بالهدايا أنا تشيب أنا ما أعرف أختار لا هذا الشيء ما له علاقة لا ليه زعلتي؟ أوه نسيتني حتى على شنو زعلت؟ أوصي عصير؟ برتقال اثنين رمان قلبي الله لك هذا شقدكي خاما مثلنا من أم داك يا بدن عيب دا نلعب بعد منو عنده مشكلة بيكم؟ أنا نزيدكم احكي أحمد تشاطر بس لا حد يستهزئ بمشاعري أي سولف سولف دا أقول لا حد يستهزئ ما حد مستهزئ لك أنا حبيبتي دزيت لها 52 بيت شعري وما جاوبت بجد 52 اقدم لك احمد معلقات لا اقول لك لا تستهزئ اسف احكي اتغزل بيها تقول لي شنو احنا جهال شو ما نحكي بموضوع جدي نحكي بموضوع جدي تقول لي شو ما تتغزل بيها صار ما تحبني هنا انت لازم تصير مشاعرك طوافه يعني شلون يعني لا تعطي كلش ولا تاخذ كلش يعني تعوف الكاك على النص صح 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 شوف حمودي مرة قاعدين أنا وياها ايه بمطعم زين قاعدة تغزل بيها القاعدة كلها زين شو على غفلة راحت وزعلت مو أثول وانت بقيت تراضي بيها طبعا غير أم الجهال غبي هذا الغلط اللي يوقعون بيه كل العراقيين تعرف شو تسوي؟ شو أسوي؟ أولا طبعا أكلهم كلش طيب اي طيب قلبي سوني يا سفري محمد ترى عيب ليش عيب؟ يعني أقصد أنت ما محتاجة إذا أنا ما محتاجة طيل الفقرة يو محمد ترى ما أدري شلونك أنت يعني شلوني؟ يعني صاير هو يتعاند قصدك عنودي؟ ترى أنت ما حلو هيك إي راح أغير تسريح الشعر حكيت ويا الحلاق ترى راح أبدي أضوج يضوجي وأتعصب إي عادي وإذا لميت الناس بعد أحلى محمد ترى ما أحب هيك شيء أنا همين ما أحب هيك شيء ترى راح أزعل يزعلي؟ وأقوم قومي وأروح هاك هذا السويج ما اعرف اسوق يقضي تاكسي ترى رحت لا ليش رجعتي وما لحقتني ما بي حيل والله وما راح تراضيني اراضيك بس بعد يومين وش معنى بعد يومين والله عندي شغل هاليومين ها عندك شيء عندي اشياء مو شيء واحد لا تشوف اخي على قلبك يبقي قعد مشتاق لك اني اوصي عصير برتقال اثنين خوخ قلبي زين هي مو زعلت شكو رجعت؟ رادتني أتوسل بيها شافتني ما بيها مجال فقررت تغير الموضوع لك هذا شقد ذكي خوامة فني أم داك دا نحب دا نلعب زين أنا وحبيبتي هسه احنا كلش متفقين وبيناتنا ثقة وزاد وملح بس بلحظة تقرر انه تشك بيها وانت تقعد تبرر لها اي طبعا لك بابا الهرمونات صعبة لازم تسوي خطة حتى تفر الموضوع هسه انا كلش ما افتهم بالهرمونات من ام وداكم فهمني شو اسوي تبالغ اوفر كلش جدا يعني شو اسوي اولا حبيبي انا كلش احبك يعني بجدي مثلا لا واموت عليك اني اموت عليك اكثر منك يعني اكو شيء ببالي ما اعرف شلون احكي اي شيء يجي ببالك احكي يعني دا اشك فيك ليش حبيبتي شنو السبب
مرات من احكي وياك احس بالك بغير مكان. اي غير افكر بالشغل يا حبيبتي. ومرات تلزم التليفون. يعني اذا جتني رساله مهمه ما اجاوب عليها؟ مرات من يدقون عليك ما تجاوب. اي غير قاعد يم حبيبه عمري يم احلى شيء بالدنيا. عندك شيء؟ حبيبتي ايش بيش ما تصدقين والله كل شيء ما عندي. ما جاوبت. والنوبه كاتب عليه حبيبه القلب. عندك شيء؟ حبيبتي يعني بيش احلف لك كل شيء ما عندي. جاوب. حبيبتي ما جاوب. اذا ما تجاوب انهي العلاقه. يعني انت مصره اجاوب؟ الو هاي يمه، انا كم مره قلت لكم بعد لا تفتحون هذا الموضوع وياي. انا اتزوج ريهام على سنه الله ورسوله، وقولي له لابويا بعد لا يفتح هذا الموضوع بالبيت زين لو لا. انت ليش تحكي ويا عمتي حبيبتي هيك؟ غير حتى حبيبتي ترتاح. اوصي عصير برتقال اثنين موز قلبي. لك انت شنو محمد، انت لازم يبنوا لك تمثال. دنشب دنلعب دنحب. زين انا شلون بيه؟ شلون حبيبتي تغار علي 24 ساعه اوفر، شو اسوي لها؟ من جنبك. شلون اذا ما تغار عليك تحس بقيمتك كرجل؟ لا الضوج طبعا ما شكو فعلا ما احس بقيمتك كرجل. دنحب دنلعب.